السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. حبيبي دي رسالة الملائكة لكم النهاردة، رسالة تشوفها في اي وقت بإذن الله، هي لك فيها رسالة عايزة توصلك في هذا التوقيت. ورسالة النهاردة بتقول انت بإذن الله هتمتلك العالم. معنى هتمتلك العالم يعني انت هيكون معاك اصدقاء بيحبوك، هيكون معاك اشخاص محبين حواليك، هيكون معاك المال، الثروة، الغنى، وغنى النفس هو افضل الغنى. انت شخص معتز بنفسك جدا، شخص ما بتحبش انك تميل على الاخرين في اي شيء، يعني دايما معتمد على نفسك. الاعتماد الكامل على نفسك هيؤدي للنجاح طول ما انت ايجابي، عندك ايجابية عالية استخدمها لنفسك، كن ايجابي ترى النجاح، تمتلك العالم، هي رسالتك. يعني لو انت فضلت ايجابي طول الوقت، فكرت بايجابية، خليتك مبسوط طول اليوم، ما تكشرش، ما تزعلش، ما تعقدش كده الدماغ بالتكشيرة، دايما خليها مفتوحة بالضحكة، ضحكتك بتفتح قلوب الآخرين، فما بالك أنت وحياتك أنت، ضحكتك أنت بتخلي حياة الآخرين منيرة، ما بتكونش فيها أي ظلمات. سبحان الله، ناس بتقول لما بنشوف ضحكتك بنحس أن الدنيا كلها اتعدلت قدامنا. حتى الأطفال ممكن يقول يا ماما مثلا أو يا بابا ما تكشرش في وشنا، عشان انت لما بتكون متضايق بتقلب علينا مثلا. عارف الضحكة بتاعتك دي للطفل او للي حواليك بتغير حياته، بتديله طاقة ايجابية 180 درجة. فما بالك انت لو الضحكة دي بقت في وشك طول النهار، ابتسم، كل شيء خده ببساطة بسهولة، هتلاقي نفسك مبتسم، ترى الايجابية في حياتك باستمرار، بعديها النجاح وتحقيق اهدافك، بعديها الوصول للعالم والوصول للاكتمال. دايما في هدف في حياتك، وانت هدفك الاساسي هو الحب اول شيء. في ناس هنا هدفها تحب او تتحب، في ناس هنا هدفها انها تعطي الحب للاخرين، في ناس هنا هدفها انها تكون محبة للاخرين، في هنا ناس بتدي الحب للاخرين بدون ما تشعر. فانت لما توصل الى طاقة الحب الكبيرة دي، وهو اسمى هدف طبعا، ولكن هتوصل لجميع اهدافك في الحياة، هتوصل للاكتمال، انت في طاقة اكتمال. خسرت اشياء، ولكن كتر الخسارة اللي انت خسرتها دي بتيجي بالاكتمال بعد كده، بداية للاكتمال، كل نهاية حصلت معاك هي بداية لاكتمال جديد في حياتك. عايز تكمل نفسك، عايز تحصل على أشياء تانية، عايز تكون معاك حاجات في الحياة تساعدك بسهولة ويسر، دايما خليك مع الله. دايما بنقول الامتنان، الامتنان هو الشيء الوحيد اللي هيخلي كل الفرص متاحة قدامك. الحمد والشكر لله والامتنان على كل السراء والضراء في حياتك، الحمد لله على كل شيء، تفتح لك أبواب الخير، تفتح لك الأبواب المغلقة. انت ممكن تكون بتصمت على أشياء حواليك مش عايز انك تبوح عليها، ممكن في حد مديك أسرار، ممكن انت صامت من كتر الأسى والألم اللي انت عايش فيه، ولكن الرسالة بتقول لك هذا مش الوقت المناسب للصمت، ده مش وقت مناسب للصمت ليك خالص. اتكلم، قول، طلع اللي جواك، حرك مشاعرك، حرك لسانك، بقولت لا بدون ندم، بدون ندم. غير الماضي، انت تستطيع تغيير الماضي، وتقدر تغير المستقبل اللي انت فيه كمان بعدم الصمت. كفاية سكوت بقى، كفاية انك تيجي على نفسك كتير، حاول انك تخرج من طاقة الصمت، علشان ده مش الوقت المناسب للسكوت. اتكلم،
اتكلم وقول ايه اللي تعبك، ايه اللي وجعك، واجه الاخرين، واجه الاخرين حتى يفتح لك باب النور الالهي من الله. واجه وقول ايه اللي مضايقك من الاشخاص دي علشان خاطر هم كمان يخلوا عندهم حدود للاشياء، يخلوا عندهم حدود لكل شيء بيعملوه معاك. حاول كمان انك تندمج، اندمج مع حياتك. الاندماج هيديك طاقة التمرد. لما انت تندمج مع طاقتك ومع طاقة الكون ومع الرسائل اللي بتوصلك من الكون، انت بتندمج معاها. يعني ايه؟ يعني باخد الرسالة وبنفذها. خلاص انا في طاقة اندماج، في طاقة تنفيذ للاشياء الصحيحة، فبيديك طاقة للتمرد على الوضع الحالي اللي انت فيه وعدم الصمت، لانه ده مش وقت مناسب خالص انك تسكت، لان حياتك هتخليها تفضل في صمت على طول. اذا سكت هتفضل ساكت على طول، واذا اتكلمت هتفتح لك ابواب كتيرة جدا من الامل في حياتك. في جايلك رسالة كمان بتقولك لو الاشياء ماشية ببطء في حياتك، اعرف ان ده لصالحك انت. في حاجة ماشية بطيئة معينة، ده لصالحك انت، ولكن مش هتدوم. البطء ده مش هيدوم، لان جايلك بعديها باذن الله فتح وخروج. اذا امنت بان الفتح جايلك، هيجيلك باذن الله عن قريب فتح للمغاليق. انت في علامات بتجيلك انك هتخرج من الطاقة دي، طاقة الصمت، طاقة عدم الاندماج مع الكون، طاقة عدم الاكتمال. انت هتكتمل باذن الله وهتشوف حياة النجاح بعينك، لان انا قلك في اول رسالة هتبقى ايجابي، هتشوف النجاح، هتمتلك العالم. بس انت محتاج كتير من الامتنان، محتاج انك تقول الحمد لله بكثرة. لازم تمتن لفضل الله عليك في كل شيء، حتى لو في سوء صابك. ليه بقى؟ لأنه بيشيل من عليك أذى بالابتلاء اللي جالك ده، بيكون طريق لفتح باب جديد ليك. أؤمن إن ربنا بيصنع في حياتك في هذا الوقت المعجزات، الإبطاء لصالحك. كل شيء ماشي واحدة واحدة فهو لصالحك أنت. في حاجة هتحصل معاك خلال الأسابيع القادمة إن شاء الله، حاجة كويسة، حاجة بمثابة النجاح، بمثابة الإيجابية، بمثابة الاكتمال، حاجة أنت هتكون مبسوط لتحقيقها في حياتك. طيب كمان جاية رسالة بعدم الندم على اللي فات. ما تندمش على الأشياء اللي فاتتك، ما تندمش دايما على شخص سبته، ما تندمش دايما على ناس حواليك بتقول يا ريتك ما قيتهم مكانه في حياتي. الندم طاقة مش حلوة، الندم ده طاقة بتجيب في حياتك بالسلبيات وليست بالإيجابيات. فأنت أخرج من طاقة الندم واعرف إنك هتقدر تغير ده. انت تستطيع تغيير الماضي والمستقبل والحاضر، بيدك انك تفكر في الشيء تلاقيه. كمان واضح انك بترفع ايدك وبتدعي دعوة لله، وباذن الله هو ده وقت الدعوة المستجابة لك باذن الله. انا كده خلصت رسالة حبيب قلبي، ربكم فتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.